الملعب الفرعي لاستاد المنزه عقب العوده مباشره. بيتوجه اللاعبين في هذه اللحظات لتناول وجبه العشاء، بعديها ان شاء الله هيكون في اولى محاضرات كابتن حسام البدري للاعبين بخصوص مباراه النجم الساحلي. خلاص تم التحضيرات بشكل كامل لهذه المباراه من ناحيه اللقطات العديده بالنسبه لفريق النجم الساحلي، سواء في اخر مبارتين في بطوله دوري ابطال افريقيا امام فريق اهلي طرابلس، وايضا بعض المباريات في الدوري التونسي. بالتالي كابتن حسام النهارده بعد العشاء مباشره هيكون في لقطات هيعرضها على لاعبي النادي الاهلي للوقوف على السلبيات والايجابيات الخاصه بهذا الفريق، ومن ثم الاستعداد بمنتهى القوه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي طبعا. وده يمكن شيء مهم، وكابتن حسام بدري دايما بيعتمد على محاضرات النظريه كابتن شادي. لكن ايضا خلينا اقول لك ان الاجواء بشكل عام اجواء جيده. قرار ان النادي الاهلي يكمل هنا في تونس يمكن كان قرار صائب جدا من قبل كابتن حسام البدري واللاعبين. خليني اقول لك ان اللاعبين طبعا بالنسبه لهم المران بيبقى شيء مهم جدا طبعا، خصوصا ان هم بيطلعوا كل الطاقه بالنسبه لهم في هذا التدريب. هم طول اليوم بيبقوا متواجدين في مقر الاقامه، عكس طبعا لو كان عاد الفريق للقاهره كان هيبقى في معاناه سفر. ايضا كل لاعب ممكن يكون عنده شغله او ليه طبعا بعض الامور الخاصه بيه اللي ممكن يخلصها، فبالتالي التركيز تام هنا بالنسبه للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي، وكل الاجواء ماشيه بشكل جيد. لكن خلينا نتكلم فيما بعد، هو ان شاء الله بكره هيكون في مران بالنسبه للنادي الاهلي. مران هيكون في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت تونس، 7 مساء بتوقيت القاهره. المران ده هيكون على ملعب طبعا الجامعه الخاص بالاتحاد التونسي، وهو نفس الملعب اللي اتمرن عليه النادي الاهلي اول مران هنا ليه في تونس. ايضا بعد بكره هيكون في مران قبل السفر لمدينه سوسه، بالتحديد هيكون في تمام الساعه 4 عصرا، 5 عصرا بتوقيت القاهره. طبعا 4 عصر بتوقيت تونس، 5 عصر بتوقيت القاهره. بعد المران مباشره هيرجع اللاعبين على فندق الاقامه، وبعدين مباشره هيتم التحرك لمدينه سوسه واللي هتقام عليها هذه المباراه، وهيتم الاستعداد ان شاء الله من خلال يوم الجمعه ويوم السبت ان شاء الله بمنتهى القوه ليكون النادي الاهلي ان شاء الله جاهز لهذه المباراه، ومن ثم يقدر انه يحقق نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب تديله اريحيه بشكل كبير جدا في مباراه العوده، عشان يقدر النادي الاهلي ياخد خطوه كبيره ان شاء الله للتاهل للدور النهائي، وايضا خطوه كبيره لتحقيق هذه البطوله ان شاء الله الغائبه على دولاب بطولات النادي الاهلي، لكل جمهور النادي الاهلي مستنيها بشكل كبير. لو في اي استفسار كابتن شادي اتفضل. امير، عايز اعرف منك الحكم المباراه، خلاص اعلن عن حكم المباراه، وكان في تخوف في المباراتين، سواء المباراه اللي كانت في القاهره امام الترجي وكان مباراه ثانيه بعض الامور، ولكن الحمد لله قدرنا. وده طول الوقت انا بقوله على فريق النادي الاهلي، مفيش اعذار ولا مبررات عليك، اللي انت تلعب تخلص وتقبل بكل التحديات اللي موجود. الانطباع الجهاز الفني عن الحكم ايه؟ كابتن شادي انا مش سامع كويس، لكن خلينا اقول لك بالنسبه لحكم المباراه، هو خلاص تم تحديد حكم المباراه، لكن الناحيه التحكيميه الجهاز الفني ما بيتطرقش ليها اطلاقا مع لاعبي النادي الاهلي. كل التركيز فقط في اداء النادي الاهلي والاسلوب اللي هيلعب بيه كابتن حسام البدري هذه المباراه. الناحيه التحكيميه اخر حاجه بيتكلم فيها لاعبي النادي الاهلي او الجهاز الفني بالتحديد مع اللاعبين، خصوصا ان احنا زي ما احنا متعودين النادي الاهلي دايما بيركز فقط في المباراه. لكن الجزء التحكيمي زي ما احنا عارفين يمكن اخر فتره في افريقيا او دايما التحكيم هو النقطه السوداء في القاره الافريقيه بشكل عام، وده اللي يمكن بيأثر بشكل او باخر على المباريات. لكن دي حاجه ما بيفكرش فيها لا الجهاز الفني ولا اللاعبين، هم كل تركيزهم ان شاء الله المباراه المقبله وكيفيه تحقيق نتيجه ايجابيه. خلينا اقول لك ان النتيجه الايجابيه بالنسبه للكابتن حسام البدري وبالنسبه للاعبين هي الفوز في مباراه الذهاب. النهارده كان خلال التمرين واضح ان الكابتن حسام مركز على الناحيه الهجوميه بشكل كبير جدا، وده اللي واضح خلال المران النهارده، فبالتالي واضح جدا كابتن حسام البدري عايز يفوز في هذه المباراه، وده اللي متعود عليه اكيد لاعبي النادي الاهلي بشكل عام، عشان ان شاء الله تكون نتيجه تساعد الفريق في مباراه العوده تجنبا لبعض او بعض التخوف من الاداء التحكيمي سواء في مباراه الذهاب او مباراه العوده. فبالتالي كل الاعتماد طبعا على اداء النادي الاهلي والشكل التكتيكي والشكل اللي هيلعب بيه كابتن حسام البدري هذه المباراه، واللي اكيد نتمنى كل التوفيق بالنسبه للاعبي النادي الاهلي يكونوا موفقين في هذا اليوم ان شاء الله عشان يقدروا يوصلوا هذا المشوار. كابتن شادي، اللي حابب تضيف اي حاجه ثانيه يا امير؟ لا
لا طبعا الاجواء خلاص اجواء جيده، اللاعبين طبعا على واضح على وجوههم الناحيه الجديه بشكل كبير جدا يا كابتن شادي. معنويا المعنويات بالنسبه للاعبي النادي الاهلي مرتفعه بشكل كبير جدا، وده يمكن ان شاء الله هتكون حاجه ايجابيه بالنسبه للفريق قبل مباراه سوسه وبالتحديد مباراه النجم الساحلي. وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يواصل هذا المشوار الافريقي، ومن ثم تحقيق هذه البطوله الهامه جدا بالنسبه لنا كلنا. كابتن شادي اتفضل. زميلي أمير هشام رسالة من تونس، أنا بشكرك شكرا جزيلا على المجهود المبذول منك ومن